مشاهدينا الأعزاء من قناة أخبار الفجر المغربية، وفي حلقة جديدة من برنامجكم الكشاف البيئي. معنا مجددا الأخصائي والخبير في البيئي عزوز بالبشير في حلقة تحت عنوان حماية الموارد الطبيعية. الكلمة للسيد الخبير الذي سيصف لنا هذه الظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا كنشكر قناة الفجر المغربية والطاقم التقني والصحفي ديالها على الحضور ديالهم، اتاحت لي الفرصة للخروج لفعلا لمعاينة الوضعية البيئية على رأسها الوضعية المائية. أولا حنا كنتواجدوا في هذا السهب ديال واد الفوارات اللي كيزود المدن الأربعة بالماء الصالح للشرب. فنحن في جنبات داخل الملك العمومي للقناة اللي كتسمى بالجاليري، اللي كتجمع المياه الصالحة للشرب في اتجاه محطة توزيع بعين السبع. فالغريب في الأمر الملاحظ أن هذه الخيرات الطبيعية اللي حبانا بها الله في هذه الهضبة ديال المعمورة، واللي كانت محمية بأشجار البلوط لأن ما كانش زراعة فوق منها، واللي كانت بكري في عام 1913 تقدر 130 ألف هكتار، فاليوم سنة 2021 تقدر إلا ب 55 ألف هكتار، بحيث التدهور البيئي الخطير يهدد هذه الموارد الطبيعية، لأننا في الملك العمومي من القناة الباطنية تحت الأرض. فكنشوفوا هنا بجانبنا فوق الملك العمومي ديال جبل الماء اللي كتسمى بلا زون دو كابتاج، كنلقاو ممارسات ديال الزراعة ديال المغطات مع استعمال الأسمدة واستعمال المبيدات لمعالجة الطفيليات. فهذا شيء خطير جدا، تسبب أشياء كثيرة. أولا جودة الماء كانت في الخمسينات تقدر ب 0.30 غرام كأملاح معدنية سائلة في طرو ديال الماء، دابا ارتفعت ل 0.48 0.50، ولهذا هذه أمانة على عنقنا أننا خصنا نخليو الماء الصالح للشرب للأجيال القادمة. إلا بقينا غاديين بهذه الوتيرة مع التوسع العمراني هنا كنشوف شحال ديال السكن، مع استعمال واحد العدد منهم غيكون عنده لو بوي بيردو ديال النفايات المنزلية، ولهذا هذا خطر كيهدد هذا الخزان الكبير اللي كان محمي بأشجار الفلين بأشجار البلوط، مع العلم أن قانون الحماية ديالو يوجد مع 1914، لأن الفرشة ديال التربة غابة معمورة فرشة رملية أقوى نفادية عمودية في المغرب. يعني التسربات ولو ليسيباج ديال لي زونغري وديال لي بيستيسيد كيمشي بسرعة للفرشة المائية، وغادي فعلا غدور. نعتبروا ان العامل البشري هو العامل الاساسي والرئيسي في التدهور ديال هاد الابار. حقيقه لما كنكونوا ندرسوا مشكل البيئي، اولا كنديروا تقييم البيئه الطبيعيه اللي انشاها الله، كنشوفوا الوضعيه كي دايره. المشكل هو في البيئه المشيده والبيئه المجتمعيه اللي مرتبطه بالسلوكيات ديال الانسان. كان الملك العمومي تجيب الماء كان محروس، راه ما يمكن لكش تدخلي بالبهايم ديالك ولا تدخلي تفلحي فوقو ولا. وكانت هاد الابار ديال المراقبه اللي كيتسماو لي روكار دو فيزيت ها هما قدامنا، من بكري من الربعينات والخمسينات كانت المراقبه مشدده. ولهذا راه كنشوف الا ما حميناش
هذا الملك العمومي اللي يجيب الماء من هذا الحوض اللي يقدر ب 30 ألف هكتار، واللي الحمد لله الخيرات ديالو اللي كتشرب منها مدينة القنيطرة وسلا والرباط والدار البيضاء، راه من هنا 20 سنة راه غدهور وغتصبح غير صالحة للشرب. حياة الشجرة ديال البلوط مرتبطة بالفرشة المائية، لما المستوى ديالها حتى هو هبط كثر الاستغلال ديالها، حتى البلوط حتى هو بظروف دابا النمو ديالو ضئيل. ولهذا ممكن تاخذوها الحلول، الوقاية أفضل من العلاج. المسائل اللي غتضر البيئة ديالنا في المغرب واللي غتحرمنا من مياه صالحة للشرب خصنا نتخذوا قرارات جذرية فيها، لأن مرتبطة بحياة الناس، مرتبطة بعدة أمراض اللي نشأت اليوم. راه أصبح من الضروري في الجماعات المحلية يكونوا مهندسين، ناس أكفاء باش يمكن يقوموا بالحماية، بالحماية ديال البيئة ديال الجماعات اللي كينتميو بها، يمكن لهم يساهموا. ما الحمد لله المغرب دابا كاين فائض ديال الأطور المهندسين في جميع المدن، إعادة النبات لأرضه، لأن البلوطة الجذور ديالها تيهبطوا حتى 15 متر و 16 متر ولكن ما كتلوتش الماء، ماشي بحال الكاليبتوس ملوث، والكاليبتوس كيستهلك 50 يطرو في 24 ساعة. فلهذا هاد الأراضي كلها اللي مزروعة بالكاليبتوس غير 50% من داك الماء اللي كتستهلك يمكن مارسوا في لاحات متعددة ومثمرة ومربحة ما بين القنيطرة حتى سيدي سليمان. نديروا لا ريكونفيرسيون، وي كنقولوا لا بروتيكسيون سي لا كونسيرفاسيون كونتيتاتيف اي كاليتاتيف دو دومين هيدروليك دون سون انسامبل. ما شني عندي الماء هنا صالح للشرب واحد اللي كيخوي ليا في السموم، راه هذا الشيء اللي خص القانون هنا، القانون خصو يطبق باش نحميو المغرب. مجرد حبر ما يبقاش في الرفوف. الادارات المسؤوله على على على, على الموارد الطبيعيه تخرج دير خدمتها. انا كنطلب من السيد وزير الفلاحه باش يهتم بالاراضي البوريه، باش يدير امبريز اغريكول مسد الوحده لفائده حد كورت وخنيشات وجرف الماء، ديك المناطق كلها خاصنا ننتقلوا للبور. شي معلومات على الاشجار المتواجده في الخلف ديالنا؟ اولا اذا كنت هضرت سابقا على ان المساحه تقلصت من 130 الف هكتار سنه 1913 الى سنه 2021 ب 55 الف هكتار، كنشوفوا هنا ها هو شجر البلوط عنده 5 سنين مورا ظهري، فعلا كاع الاراضي اللي كانت تحضبت ودارت فحم ها هي رجعت كي كاينه، بحيث اننا اذا تعبئنا وتكون واحد التعبئة حقيقية لحماية البيئة راه رجعوها كي كانت. ها انت كتشوفي هنا دابا ورا ظهري هاد المنطقة، هادي 5 سنين كنت كندوز معاها، كانت قاحلة كلها ضربت بالشواقر، كلها درت كواش ديال الفاخر. ها حنا الحمد لله دابا كنشوفوها شجر نايض، ها هو رجع للمكان ديالو الطبيعي، وهذا كيأهل باش يرجع حتى الكائنات الحية الأخرى من أعشاب من حيوانات، لأن الفضل ديال هاد غابة البلوط كرجع لواحد السنجاب. هذاك السنجاب كان كيقطب 60-70 بلوطة في النهار وتيحفر ويغطيها للأيام العجاب باش يمكن ياكلها. ملي كتصب الشتاء كان هو كيسميوه لوكوري بلونتور دو شالياج، يعني هو اللي كيزرع البلوط. بحال الطبيعة خصنا نحافظوا عليها ونحاولوا نرجعوها كي كانت، راه سهل. في ختام هذه الحلقة أريد أن أقدم شكرا جزيلا لأخصائي البيئي عزوز بالبشير اللي قدم لنا معلومات متميزة وقيمة. بهذا نضرب لكم موعدا في حلقة جديدة بعنوان آخر. كانت معكم فاطمة الزهراء قدسي من صحيفة أخبار الفجر المغربي. شكرا.